بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. قال تعالى في سوره البقره في محكم الكتاب الحكيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هنا يسمى بالاستعاره، الاستعاره كما يعرفونها في البلاغه هي ايجاد علاقه بين شيئين وذلك من خلال اكساب صفه لاحد هذين الشيئين الى الاخر فهنا هذه الاستعاره تكون في مقطعين اراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ان تتحقق هذه الاستعاره يا ايها الذين امنوا نداء المقطع الاول ادخلوا في السلم كافه المقطع الثاني: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا ينبغي لنا أن نسلط الضوء على المراد من هذين المقطعين. المقطع الأول: ادخلوا في السلم كافة. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد من السلم؟ هل المقصود بالسلم هو عملية السلام فقط أم لا؟ أن المقصود بالسلم شيء أعمق وأعم وأشمل. وهذه الصفه صفه السلم انما يستعيرها القرآن من هذه الكلمه ويكسبها لشيء اخر. ما هو الشيء الاخر؟ حينما يقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافه، ماذا يريد من السلم؟ انه يريد الطاعه. انه يريد الاسلام. انه يريد العباده. انه يريد الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى. اذا السلم هنا ليس عملية السلام والعلاقات مثلا غير المتشنجه وما شاكل ذلك من التعبيرات التي تعبر عن هذه الكلمه، إنما يريد الطاعة، إنما يريد الإمتثال، إنما يريد العبادة، إنما يريد أن تكون مطيعا لله في كل ما يأمرك، إذا لماذا السلم؟ السلم لأنها صورة جميلة إجمالية الله سبحانه وتعالى يستعير هذا الجمال من هذه الكلمه سلم اي كلمه اجمل من هذه الكلمه يستعيرها ويضفيها على طاعته ولذلك كان الاسلام اسم لديننا انما الدين عند الله الاسلام الاستسلام, الاستسلام الاستسلام اي استسلام استسلام الطاعه البعد عن المعصيه استسلام العباده استسلام الامتثال لكل أوامر الله سبحانه وتعالى هذه من جهة من جهة أخرى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أكون نقيض لهذا الدين أكون نقيض لهذه الطاعة أكون نقيض لهذا العمل الرائع الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نمتثله أين يكون هذا النقيض يكون في خطوات الشيطان إنه في اتباع الشيطان اتباع الشيطان هو الذي يبعدنا عن ذلك فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا في الجانب الايجابي فقط حتى نبهنا الى الجانب السلبي فان هناك طاعه سلم وان هناك ابتعاد عن المعصيه الذي يمثل الشيطان هنا نسلط الضوء على طريقه التعبير عن السلم وطريقه التعبير عن خطوات الشيطان لاحظ ماذا قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للسلم السلم؟ قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا ادخلوا في السلم ادخلوا، كلمة ادخلوا يعني ماذا يعني الدخول؟ ان الانسان حينما يؤمر بالدخول ماذا يعني؟ الدخول هو عبارة عن الاستقرار. الدخول هو عبارة عن الولوج في العمق، ان الانسان حينما يدخل غرفة مثلا يفتح الباب ويدخل في الغرفة، يدخل في عمقها. يدخل وهو يطلع على كل ما فيها، دخول هو عباره عن استقرار كامل، ولذلك الذين يطرقون الباب مثلا اذا كنت جالس في غرفه، ماذا تقول؟ تقول ادخل، ادخل يعني ماذا ادخل؟ يعني لتولج الغرفه، لتدخل الى الغرفه، لتستقر في الغرفه، لتكون جزء من الغرفه، فبالنسبه الى السلم الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا. تعمقوا استوعبوا كونوا جزءا من عمليه السلم ادخلوا في السلم بينما حينما ياتي الى الشيطان لا يدخل لا يقول ولا تدخلوا في الشيطان لا يرفض الله سبحانه وتعالى اتباع الخطوات يعني انت لاحظ يعني واحد يتبع واحد يدخل للغرفه وياه وواحد يمشي وراه خطوات مبين هذا متهاون اللي يمشي خطوات وراه بيّن انه جاي يسلك الطريق في 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 مرحله من مراحله بينما الدخول هو نهايه الوصول حينما يدخل الانسان الى الغرفه يصل الى نهايه ما يريد بينما مع الشيطان خطوات، الله سبحانه وتعالى يقول: انا بالنسبه الى السلم اريد منكم ان تدخلوا في السلم ان تستقروا فيه أن تستوعبوه بكل أبعاده، أن تكونوا جزءا منه. أما إذا ذهبتم إلى الشيطان فأنا لا أقبل منكم حتى مستوى الخطوات. أن تروح وإن كانت هذه الخطوات مترددة، وإن كانت هذه الخطوات بطيئة، وإن كانت هذه الخطوات قليلة. أنا لا أريد حتى الخطوات مع الشيطان. الآية القرآنية رائعة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وما اريد واحد منكم يبقى خارج السلم ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا لا اريد واحد منكم خارج سور السلم خارج سور الطاعه خارج سور الامتثال لله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافه اما بالنسبه للشيطان فحتى على مستوى الخطوات ما اريد منكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، العدو يستفيد حتى من خطواتك. ليس شرطا ان تدخل معه في صلب مشاريعه ومؤامراته، حتى الخطوات الله سبحانه وتعالى لا يريدها منكم. اذا الشياطين لا نتبع خطواتها فضلا عن انه لا ندخل معها. والسلم كل احنا ندخل في السلم ادخلوا في السلم كافة أي صورة رائعة يرسمها لنا القرآن الكريم من أجل أن نهتدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>